هذا يسأل أنه بعد ما خلص من العمرة ويمشي في الشارع وجد دراهم ساقطة في الشارع أخذها وعطاها محتاجين. طيب، هذا هو العمل الصحيح، أنك تأخذها إذا لم يكن صاحبها قريب ولا تحصل على صاحبها، ما تدري من هيله، وهي ما لها علامات، دراهم من تثر ولا لها علامات واضحة، فأن تعطيها للفقراء. نعم. أما إن كانت الدراهم في صرة أو في حقيبة أو ولا هذه لقطة لازم تعرف عليها، وإذا جاء صاحبها وصفها تعطيها إياه. أما ما دامت ما عليها علامات تعرف وصاحبها بعيد ولا تعرفه، أعطها الفقراء.